ما هو التوحيد؟ توحيد أنا التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأن يفرد الله ولا يجعل معه شريكا. توحيد إن لم يرد نسيا تلكين كي كويدو نسيا ما مكودوتو كنو كي كلامي نسيا مرة مرة مكودوكين. لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. يعني التوحيد ثلاثة أقسام. يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. Nyasaye nyakawa yakwa la mekende won kalu woregi ni enema onoro moregi lamo enema enegi nyike mabeyo beyo kindo eneje chwich enemo chwicho ngikima mochwich mogen tauhid ar-rububiyya ma huwa lamo nyasaye kawa ngeyo ni enema oro moregi lamo huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi anna al-khaliq ar-raziq tiendani wangeyo ni enero nyasaye kech enemo chwicho to enema enewi gikomote الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة ما هو؟ مراريو إن لامو نساي كوانيو ني إن إنيروب هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله لا نعبد إلا رب واحد لا نصرف شيئا من العبادة إلا لله تيندنوا لامي كوانيو ني إنيروب نساي تيل كن مو ينجرو لامو نجي موك لامك منا إن كندي الثالث إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. مرديك إن لامو قد نساي كونه يوم ليرني إن ما ينجي نينك ما بيو 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 توجي تيا ما بيو بيو. أقوال أقومي كيوم بمرة مرة صفة ما نساي توجي نينك ما قومي كيني. الخالق الكامل لا يمكن أن يماثل المخلوق الناقص. قد نساي ما جتشويش إن أرو مرة كيندي كيلو أكبر كبو نونو نبي مجي تشويش إن مرة مرة.